الأمارة اللاتينية بالتصفيات بعد ركم الأرجنتين اللي وصلت في مونديال آسيا 2002 بأعلى رصيد من النقاط 43 للألبي سيليستي دي أرجنتينا. إذا اللقاء المرتقب تتواصل مفاجآت. تيتي المدرب اللي بدا بكأس البرازيل كألقاب في خانة التتويجات ولائحة شرف الذهب في 2001 مع فريق الجريميو دي بورتو أليجري كان فاز مع الكورينثيانس بالكوبا ليبرتادوريس وانتصر على تشيلسي في اليابان في كأس أندية العالم. مدرب من 2016 للفريق الأحمر يلعب رودريغيز اللي جاب الترشح خلى سويسرا موجودة في موز ولكن ما زلنا بعد ألمانيا خاسرة وما وصلت والبرازيل ما زالت ما تأهلتش وسويسرا ما زالت تقاتل. كون عن طريق اللاعب زيمايلي اللاعب السابق للبارتينوبي فريق نابولي لاتزورو دي ايطاليا يلعب الان في ويليان كره خطيره يمشي المنتخب البرازيلي كره من ويليان التوزيع العرضيه كره وتبرع. البرازيل كان منذ بداياته يلعب بالقميص الابيض ولكن حتى الكره ممتازه بطل البريمير ليج مع السيتي يمشي كره باولينو كره ضاعت على الوحش كرة طارت من الوحش البرازيلي في 94 الأخيرة في اليابان 2002 في اليوكوهاما هنا كرة خطيرة وفرصة ممكنة جدا يلعب الكرة نيمار باولينو جول فرصة ضاعت على البرازيل الكرة الأخطر منذ انطلاقة الماتش كرة كانت قريبة برشا لهذا الشباك وراها نيمار انطلاقة سريعة كرة خطيرة يمشي جابرييل جيسوس خطيرة جدا وفرصة بعيدة على البرازيل نيمار واحدة من نيمار يمشي نيمار وفما فاول فما فاول نيمار كأس القارات 2013 الذهب الأولمبي اللقب الوحيد اللي كان ينقص الخزائن الذهبية للكرة البرازيلية يمشي الكرة نيمار يتقدم نيمار حتى نيمار لا رجعت من الجدار رجعت في الريال ويعطي التوازن في المنتخب البرازيلي كرة خطيرة باولينو عرضية وكرة بامتياز من سومر ممتازة ترجع الكرة عن طريق رقم 14 يلعب الكرة زوبر وكرة بدون عنوان من سامبا خطيرة مارسيلو العرضية والدفاع ترجع الكرة من زمايلي يضرب كرة حتى الجول حتى الجول 1-0 كوتينيو فوري كلاسي هدف ولا أروع عالمي السلساو ماني قتلك في العشرين دقيقة 1 برازيل لا شيء سويسرا في دقيقة 19 وشوية قبل وعدي قبل عهدي البرازيل يسجل 1-0 يلعب الكرة زوبير خطيرة شيامل رقم 9 شيامل سيفوروفيتش عالم من جديد بعد غياب 12 عام 2010 كانت لدينا في المام افريكا 2014 كانت لديهم في ارض الكرة ومملكة الفوتبول نتكلم عنه لاحقا تمشي كرة من أباتويلا كرة على القائم الثاني فرصة سويسرية سويسرا بدأت تواجد الدائم في البطولات الكبرى الكرة البرازيلية على الثاني البرازيل يقترب من نيمار يمشي مارسيلو في فاول وفي ورقة صفراء انذار اول في المباراة على فكرة ماتش الارجنتين ايسلندا البارح كان نظيف برشا ولا ورقة صفراء وهي المباراة الأولى في المونديال بدون كروت برازيلي على نار الهدوء تمشي كرة خطيرة فرصة هدف الثاني وركنية مرة واحدة من الدور الأول عام 66 في انجلترا بعد إصابة الملك بيلي من الصباين في بلادهم هو تقريب بل مؤكد الألمان أيضا جابوا دورة 74 مساحات اللي بتتركها سويسرا يمشي لشتاينر تقريب ولا محاولة مانويلا كانجي من أصول إفريقية ترجع كرة فريق السويسري من أكثر 25 هذا الريتم البرازيل تحاول تجد ثغرة يلعب الكرة جابرييل باعتبار المباراة الأولى وضغوط وحتمية الفوز فيها هنا مفاجأة وهنا محاولة كرة مرة أخرى للفريق السويسري عن طريق رودريغيز تصاعد المستوى طبعا فرق هذه تحاول على الوصول للأيام الأخيرة البطولة هنا خطيرة تضرب في وجه تياغو سيلفا كرة كانت صعبة على الفريق البرازيلي تقريب أول محاولة جريئة تقريب ممكن نحكي ممكن نتكلم باولينو نحكي عليه يمشي باولينو يعطي باس راس تقريب جابرييل جيزو رجع كرة عن طريق زمايلي محاولة للفريق السويسري الكرة خطيرة برافو الدفاع لعب 33 مباراة فازت في 11 تعادلت في 6 وخسرت 16 سجلت 45 هدف وقبلت 60 جول كرة لشتاينر قدامه مارسيلو وزع كرة فماش على القائم الثاني ولا لعب مارسيلو قدامه لشتاينر مارسيلو وزع كرة ركنية آخر كرة نرس التحركات المدافعين والهجوم وكرة خطيرة من تياغو كرة خطيرة من تياغو سيلفا نعم هذا ما توقعناه
ميراندا وتياغو سيلفا يضرب كرة بالرأس يرتقي بشكل جيد وسيك آخر كرة الفريق السويسري آخر كرة بالرأس خطيرة تمشي يا سهلة تاريخية أن الفريق البرازيلي تصدر مجموعته الأصلية لحقوق المونديال الروسي تتواصل كرة يمشي كوتينيو ترجع كرة عن طريق كوتينيو كوتينيو حد كرة خطيرة فرصة جابرييل جيسوس والدفاع زوبير يغلق الدفاع البرازيلي ممكن فشانس برافو مارسيلو ممتاز ممتاز تمشي كرة عن طريق اللاعب الراس جول هدف التعادل هدف التعادل عن طريق زوبير الكرة الثابتة هي الحل الكرة الثابتة هي الحل والتعادل السويسري كرة ممتازة من شاكيري وبالراس زوبير في خط دفاعي أول هدف تقبل البرازيل في 2018 براس زوبير في مرمى نيسون هدف ممكن باش يحرك المياه الراكده في المباراه باش يرجع سويسرا في المباراه افضل حالات سويسرا في المباراه يمشي بالكره لشتاينر والكلو دانيلو 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 نيمار نيمار كره في الجدار وتر ترجع الكره سويسرا والمونديال حضرت فيها 34 ترجع الكره ريتم يعلى يمشي مارسيلو مارسيلو نيمار نيمار واحده نيمار الثانيه وكره ركنيه ركنيه للسامبا راقص السامبا يصلون الان لمرمى سويسرا يمشي ويليان ويليان خطيره لباولينو يضرب كره خطيره كوتينيو الثاني كوتر تمشي كرة كوتينيو يضرب الراس فرصة الثاني خطيرة الفريق البرازيلي دانيلو دانيلو كوتينيو كوتينيو يلعب باولينو باولينو خطيرة بالراس تمشي ويليان ويليان يضرب الراس برافو الجدار برافو الدفاع يدخل ويدخل فريق سويسرا في المباراة تمشي كرة عرضية ترجع كرة عن طريق الخمسة يضرب كرة تاينير ليش تاينير ليش تاينير والدفاع عن طريق اللاعب تشاكا تشاكا الجانرز يلعب الكره اللاعب بالميلان سيليساو يلعب مارسيلو والكره ترجع بالدفاع يضرب يضرب كره فرصه يمشي بكره نيمار رقم 10 يمشي نيمار نيمار عديه نيمار وخطأ فاول في ورقه صفراء ورقه صفراء على اكسيال المحوري تشايا مثير يضرب كره الدفاع بامتياز مره اخرى فرصه ضربه في نيمار يشوط نيمار يشوط خطيره لا تصاب الدفاع عن طريق نيمار يلعب الجونيور بالراس من الدفاع شو طريق ويليان 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 كره بعيده 129 دقيقة ضد كرواتيا وضد النمسا زوزا ديف الان يبحث عن نيمار 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 يلعب كرة باس الاروع خطيرة الثاني مش ممكن ماذا ادرى كوتينيو ماذا ادرى كوتينيو الباس متاع نيمار تابلو الباس متاع نيمار روعة والهربة بالمجال الحالي يمشي شاكيري 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 هيا الزمالي وضعيفة للحارس للحارس ساليسون بكير جاب الكرة ممتازة يمشي كوتينيو كوتينيو وكرة خطيرة وضرب جزاء ضرب جزاء ضرب جزاء لجابرييل جيسوس ماذا المكسيك يقول لا المكسيك يقول لا الفار يتدخل هل يتدخل الفيديو ناقص مباريات والكرة تمشي كوتينيو ممتاز كوتينيو والدفاع بامتياز المباراة الثانية البرازيل ستكون ضد تيكوس كوستاريكا فما خطأ فما خطأ هنا منظمة وقوية تكتيكية ما تخافش عليها تقدر تلعب مع الكبارات وتسديد الكرة عالية كرة بعيدة يلتجأ لحل التسديد في مارسيلو مارسيلو بامتياز حط الكرة نيمار يمشي نيمار يضرب نيمار والحارس الحارس سمر على كرة نيمار